ناشط يوثق تدمير أحد شوارع مدينة الصدر شرق بغداد، وقيل إن تدمير الشارع تم بحجة نية من حفروه لتجهيز أنابيب الصرف الصحي، لكن الغريب أن العاملين دمروا الشارع وتركوه دون إكمال العمل ولم يحاسبهم أحد على هذا. السلام عليكم وحياكم الله. اليوم بمدينة الصدر دا تشوفون هذا الدمار اللي وراي، هذا شارع كان ما بي شيء زين، وكونكريت مسلح هذا شوفوه الأولي زين. الشارع طبعا كل شيء ما بي نظيف. الجهة الثانية خل أشوفكم شلون ليش فلشوا. جاي تشوفون القطعة، جاي تشوفونها ها، هذا التبليط الأولي فلشوه حتى يسوون مجاري. تحياتي. أول مسلح هذا كله طالع وراي، كله مسلح فلشوه وخلوه بنص بغداد، بنص بغداد. هذا الشارع كل شيء ما بيه. الجهة الثانية وهذه دمار وانقاذ وصال شهر. إلك الله يا العراقي. تحياتي.